وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من القاهرة الخبير العسكري والمفكر الاستراتيجي اللواء الدكتور سمير فرج. أهلا بك في نشرة الأخبار. ودكتور، كيف تنظر إلى أهمية التعاون العسكري بين جمهورية مصر العربية الشقيقة ومملكة البحرين؟ والله بصي، احنا بنرى ان الامن القومي العربي اصبح امن مشترك دلوقتي، واحنا كلنا بنكمل حلقه متكامله في الامن القومي العربي. وانا مش عايز اقول اضرب مثال سيء لما حصل غزو صدام للكويت، اعتقد ان مصر كانت اول الدول العربيه التي ساهمت، والقوات المسلحه المصريه هي اللي الكويت وحررت الكويت من نظام صدام. ولكن المنطقه النهارده بتشهد حاجات كثيره جدا وتدخلات كثيره جدا ونقول عدائيات مختلفه في كل المنطقه، فده بيستلزم دائما ان يكون هناك تعاون عسكري مشترك بين مصر ودول التعاون الخليجي وبالذات دوله مملكه البحرين. والتقرير اللي انتوا عرضتوه تقرير واضح جدا، وانا بسعد جدا لما بشوف في النهارده في الكليات العسكريه المصريه، الكليه الحربيه والكليات الجويه والدفاع الجوي واكاديميه ناصر وكل حرب، دايما ضباط طلبه من الكويت، فده بيقول لنا قد ايه حجم هذا التعاون العسكري المشترك بين الدولتين. نعم دكتور، نحن ايضا سعداء بوجودك ضيف معنا في نشره الثامنه، كلمه تود توجيهها بهذه المناسبه. أنا بقول صدقيني حضرتك، وأنا أول مرة أكون معاكم على تلفزيون البحرين، وأنا سعيد بهذه المداخلة النهاردة. البحرين لها مكان عندنا في مصر كبيرة جدا، وأرجو تكونوا يعني مقدرين هذا الكلام. ويكفي أقول لك حاجة واحدة، إن ملك البحرين المعظم حمد بن عيسى الاسم الوحيد اللي هناك شارع باسمه في مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام. نعم. فده يقول لك قد ايه امتنان الشعب المصري للشعب البحريني، واحنا بنحب الشعب البحريني، واحنا سعداء بهذا التعاون العسكري، لان احنا زي ما قلنا قبل كده يهمنا دائما ان التهديدات مشتركه لنا كلنا كعرب، وفي سواء في منطقه مجلس التعاون الخليجي او في عندنا، فلازم نكون متحدين دائما. ومصر لا يمكن ان تنسى ما فعلته البحرين في ايام هزيمه 67، نكسه 67، البحرين جمعت فلوس ودعم مادي وديته لمصر. فعشان كده التعاون دائما بين مصر والبحرين احنا بنعتقد انه حاجه مثل مشارك للتعاون العربي في مجال الامن القومي. نعم. من القاهره الخبير العسكري والمفكر الاستراتيجي اللواء الدكتور سمير فرج، شكرا جزيلا لك.